مستجدات جديدة وعاجلة بخصوص رواتب المتقاعدين. يترقب أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص في المغرب صدور مرسوم حكومي يفضي إلى الزيادة في معاشهم في سياق متسم بارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، علما أن تلك المعاشات لم تعرف زيادة منذ سنوات. يفترض الشروع في صرف الزيادة في المعاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتبارا من نهاية شتنبر أكتوبر المقبل، غير أن ذلك يستدعي إصدار مرسوم حكومي في الجريدة الرسمية. سيستفيد المتقاعدون المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من زيادة في معاش التقاعد الذي لطالما اعتبر غير مساير للتطور الذي تعرفه الظروف المعيشية بالمغرب. واتخذ المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي رأسته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي قرارا بتفعيل الزيادة في معاش التقاعد بنسبة 5%. ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ممثل الحكومة الممثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ممثل رجال الأعمال، وممثل الاتحادات العمالية.